السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد مجددا في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل بداية هذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الذي كان لديه الفضل والثناء الكبير لصعود نادي برينتفورد إلى لاعبي مباراة البلاي أوف. طبعا أعزائي المشاهدين، هذه المباراة ستكون مهمة لبرينتفورد وخاصة لنجمنا الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الذي يطمح أن يصعد مع ناديه إلى درجة الدوري الإنجليزي الممتاز. وبطبيعة الحال وبلغة الأرقام كان هذا اللاعب من أفضل لاعبي في دورة الشامبيونشيب، وهذا أعزائي المشاهدين ما جاء عبر حسابات وأيضا عبر تدقيق في مستويات هذا اللاعب وكل ما هي صغيرة وكبيرة فعلها هذا اللاعب مع نادي برينتفورد في كل مباراة كان يقدمها. فبطبيعة الحال أعزائي المشاهدين، بعد هذه المستويات الرائعة التي قدمها في الموسم الكروي الحالي مع فريقه برينتفورد في الشامبيونشيب، اختار موقع هوسكورد الشهير النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة كأفضل لاعب الدرجة الأولى الشامبيونشيب. ويأتي هذا الاختيار لبن رحمة بعد مساهمته الكبيرة في وصول برينتفورد إلى البلاي أوف المؤهل للبريمير ليج. فبطبيعة الحال أعزائي المشاهدين، ليس فقط هو سكورد بل حتى سوفا سكورد التي هي أيضا لديها وهي التي أيضا يعني تقيم جميع اللاعبين حسب مستوياتهم. فأولا نبدأ بموقع هوسكورد وماذا قال موقع هوسكورد على هذا اللاعب. فكما تشاهدون ها هو هنا سعيد بن رحمة أفضل لاعب في الموسم في كل شامبيونشيب. يعني سعيد بن رحمة كان الرقم واحد بتنقيط 7.51، ويأتي وراءه بيريرا وإيزي وأندري وشون. يعني أعزائي المشاهدين، كل هؤلاء اللاعبين الذين ذكرتهم 5 لاعبين هم أفضل لاعبين في درجة الشامبيونشيب، ولكن سعيد بن رحمة هو الرقم واحد. فلهذا من المعقول أن هنالك يعني أرسنال وتشيلسي وأيضا نيوكاسل والعديد من الأندية الأخرى تطالب حول هذا اللاعب، وحتى ليدز صراحة الذي صعد وضمن ورقته الرابحة للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل ومبروك لهم. هذا النادي هو أيضا يرى أن هذا اللاعب كبير جدا، وهو الذي كان لديه الفضل والثناء الكبير لصعود يعني برينتفورد للعب مباراة البلاي أوف. فبطبيعة الحال أصبح هذا النادي هو أيضا يطالب عليه رغم أنهما كان يلعبا في درجة الشامبيونشيب. أما الآن ننتقل إلى هوسكورد. هوسكورد هنالك يعني 11 لاعب من حراسة المرمى إلى خط الهجوم، وسعيد بن رحمة كما تشاهدون تحصل على تنقيط 7.48 كأعلى تنقيط في هذه التشكيلة كلها. هذا هو اللاعب الأفضل في الشامبيونشيب حسب هوسكورد وسوفا سكورد. وطبعا أقول لكم أعزائي المشاهدين، في حال لم يصعد، يعني ما نتمناوش هذا الشيء، ولكن في حال لم يصعد نادي برينتفورد إلى درجة الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن هنالك مباراة البلاي أوف على الأبواب، فإذا لم يتفوق سعيد بن رحمة وزملائه في هذه المباراة وعدم الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فأقرب وأقوى نادي لسعيد بن رحمة المطالب عليه حاليا هو ليدز يونايتد، وهذا ما جاء حسب موقع ترانسفير ماركت. ترانسفير ماركت يعني دائما ما يعطينا أخبار صحيحة، ولكن حسب يعني التوقعات فإن ليدز يونايتد هو الأقرب إلى نادي إلى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة. وحتى أعزائي المشاهدين لو تلاحظون حتى كافاني لاعب بي اس جي هو أيضا الذي سينتهي عقده مع بي اس جي هذا الموسم. فنادي ليدز يونايتد كولد لاين اب نيكست سيزون، يعني هذا هو عنوان هذه الصورة، قالوا هذا هو يعني مدرب ليدز يونايتد ماذا قال وماذا يريد أن يحضر اللاعبين. أولا يريد أن يحضر سعيد بن رحمة وأيضا يريد أن يحضر كافاني. طبيعة الحال إذا مشاهدين، إذا تمت هذه الصفقة وذهب سعيد بن رحمة مع كافاني، طبعا سيكون موسم خرافي في الدوري الإنجليزي ممتاز، وأيضا سيكون ليدز أعتقد من 5 إلى 10 الأندية الأقوى في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم. هذا رأيي أعزائي المشاهدين، وكان هذا فيديو اليوم، أتمنى تعليقاتكم حول هذا الموضوع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.